من برنامج متابعات يأتيكم عبر قناة الشروق الإخبارية. متابعات لهذا الجمعة سنتحدث فيها عن موضوعين اثنين، سنتحدث في شأن وطني عن الصالون الدولي للسياحة والأسفار في طبعته 21، على اعتبار أنه فرصة للترويج للوجهة الجزائرية. لكن قبل ذلك سنتحدث عن الموضوع الأبرز والحدث الأهم خلال هذا اليوم، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفعلها للمرة الثانية في ظرف 8 سنوات بعد ضم شبه جزيرة القرم. أعلن اليوم الرئيس بوتين ضم 4 مناطق جديدة للدولة الروسية، نتحدث عن لوغانسك، دونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون، التي قال الرئيس بوتين إنها باتت أراضٍ روسية وكل من تسوي له نفسه الوصول إليها سيلقى الرد من قبل روسيا. بوتين قال في خطاب مطول في حفل توقيع انضمام هذه المناطق إلى دولة روسيا، قال إن القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم، وتحدى الجميع، أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما. ردود الفعل كانت كلها تصب في خانة واحدة، الأمين العام الأممي قال إن هذا الأمر غير مقبول ويشكل تصعيد خطير الولايات المتحدة الأمريكية، وفي بيان للبيت الأبيض قال أمريكا ستحمل روسيا ثمنا خاطفا وقاسيا. الاتحاد الأوروبي قال إن دوله وشعوب الاتحاد لن تعترف بضم هذه المناطق إلى روسيا. وزارة الخارجية الصينية قالت أيضا إنها موقفها تجاه أوكرانيا ثابت ويتمثل باحترام سيادتها، لكنها وضعت شرطا وقالت أيضا الصين تراعي ما أسمته الهواجس الأمنية لأي دولة أخرى، في إشارة إلى حليفها التقليدي روسيا. سنحاول الحديث عن هذا الموضوع وهذا التحدي الكبير من بوتين للغرب وتبعاته وردود الأفعال المنتظرة أيضا في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، على اعتبار أن الرئيس الأوكراني وقع طالبا جديدا للانضمام لحلف الناتو. أناقش الموضوع رفقة ضيفي البروفيسور عبد اللطيف بوروبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قسنطينة 3، معي عبر خدمة سكايب. أستاذ بوروبي مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور، تحية طيبة لك ولكل المشاهدين، شكرا على الاستضافة. العفو، مرحبا. كما يسعدني أيضا أن يكون ضيفي الدكتور عبد القادر صوفي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة البليدة عبر الهاتف. دكتور عبد القادر مساء الخير، مرحبا. مساء الخير، تحياتي لك ولضيفك ولكل متابعي القناة. أهلا وسهلا بكم. إذا أبدأ معك بروفيسور عبد اللطيف بوروبي، ربما الخطوة كانت منتظرة منذ أشهر عديدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ضم شبه جزيرة القرم سنة 2014 اليوم يضم 4 مناطق جديدة في تحدي واضح وفي محاولة واضحة لإعادة إحياء الاتحاد السوفيتي سابقا. تعليقك بروفيسور عبد اللطيف. أكيد عندما نريد أن نفسر ونعطي تصور حول الطبيعة الاستراتيجية لهذا التحول يجب أن نفهم، نحن الآن نتكلم عن مفهوم مهم جدا في العلاقات الدولية ومفهوم المكاسب، لأن روسيا عندما دخلت أوكرانيا في فبراير الماضي لم تخرج من إطار على أنها تبحث عن مكاسب، والآن جاءت مرحلة المكاسب فيما تكمن على أن ضم هذه المناطق 4 لروسيا، وهذا يعني ضم حوالي 8 ملايين ساكن من هذه المناطق وخمس مساحة أوكرانيا. عندما نتكلم عن 5 مساحة أوكرانيا ونتكلم عن 8 ملايين سينضمون إلى روسيا، نحن نتكلم عن موقع جغرافي جديد لروسيا وموقع جغرافي جديد لأوكرانيا وتحول في الموقع الجغرافي في حد ذاته، لأنه الآن نتكلم عن ماذا؟ عن مناطق فيها ماذا؟ فيها إمكانيات وموارد كبيرة جدا كما هو الحال دونيتسك ولوغانسك وزبورجيا وما شابه ذلك. نحن نتكلم عن ماذا؟ عن خزان غذائي في المنطقة، نحن نتكلم عن طاقة نووية في المنطقة، نتكلم عن السكان، نتكلم عن ماذا؟ الكنيسة الأرثوذكسية، نتكلم عن عدة متغيرات. ما يحكم العالم دي لا أكثر ولا أقل، نحن الآن أمام مرحلة المكاسب، والمكاسب فيما تكمن على أن روسيا عندما دخلت إلى أوكرانيا جاءت وفق تصور استراتيجي مرده إلى مجموعة من العوامل والتي على السريع يمكن تحديدها على أن هذه الخطوة لم تكن هي في الظرفية الآن، ولكن جاءت منذ 2014 وتوجه أوكرانيا إلى ماذا؟
الى توجهات خارج اطار ماذا ما تريده روسيا، من خلال ماذا الرغبه في انضمام الاتحاد الاوروبي، والرغبه في انضمام الى ماذا الى حلف الناتو، وان الرغبه ان تتحول الى ماذا الى دوله نوويه، والرغبه ان تتخلى عن الكنيسه الام الارثوذكسيه. اربع متغيرات تتحكم في توجهات روسيا مع اوكرانيا. من المقابل هنا نحن الان نتكلم عن مناطق جديده، موقع جغرافي جديد، توسع لروسيا بعد ضمها شبه جزيرة شبه القارم. الآن نتكلم عن مناطق أربعة، هي ماذا جاءت مكملة وتكامل إقليمي لا أكثر ولا أقل بين شبه جزيرة القارم وهذه المناطق الأربعة. وبالتالي ما أردت أن أقول على أن هذه الخطوة كانت منتظرة، ونحن الآن نتكلم عن مرحلة المكاسب، ونحن الآن نتكلم عن هذه مرحلة المكاسب، وهذا الخطاب موجه للداخل أكثر منه للخارج، أي لأن نحن لأن المواطن الروسي يتساءل ما الجدوى من متواجد القوات الروسيه في اوكرانيا، وتكون هذه يكون الرد من خلال المكاسب التي جاءت واضح في دم هذه المناطق وما هو موجه للخارج كذلك. واضح. دكتور عبد القادر صوفي، الرئيس بوتين يضع الجميع امام الامر الواقع في حفل كبير وفي خطاب مطول، رؤساء الاقاليم الاربعه يوقعون انضمامهم رسميا الى روسيا. ماذا يعني هذا التحدي من رئيس بوتين في خضم الحرب؟ الحرب ما تزال مشتعله بين القوات الروسيه والاوكرانيه المدعومه ايضا بقوات خارج اوكرانيا امريكيه واوروبيه. أستاذ عبد القادر صوفي، لا أدري إن كان يستمع إلي عبر الهاتف. دكتور عبد القادر، إن كنت تستمع إلي دكتور عبد القادر صوفي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة البوليدة. دكتور عبد القادر. نعم أسمعك. نعم، إذا قلت أستاذ عبد القادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع الجميع أمام الأمر الواقع في حفل كبير في خطاب مطول، حفل استعراضي وقع فيه رؤساء الأقاليم الأربعة انضمامهم إلى روسيا. ماذا يعني هذا الاستعراض في خضم الحرب المتواصلة بين القوات الروسية والأوكرانية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية أخرى؟ ربما آخر جملة تلخص تقريبا طبيعة الأحداث التي تعرفها منطقة أوروبا. طالما كانت الحروب العالمية كلها أوروبية بامتياز، لكن أحيانا كانت بعض الفواعل التي تستغل هذا الظرف، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي استغلت الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، وهي أكبر فائز اليوم. أقدر أن أوكرانيا هي خانة صراع ما بين الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، و دعني أقول الشرق، أو على الأقل القوى الصاعدة، والتي من خلالها في الجبهة الأولى روسيا، لكن من وراها أيضا الصين. ما يحدث في أوكرانيا يؤكد مرة أخرى ما قال عليه ماهان وماكيندر، هو صراع تراسوقراطيا مع الأقوى قوة برية في المياه الدافئة، ولعل هذا ضم هذه المناطق الأربعة هو سوف يغير الخريطة العالمية إلى الأبد. عودة روسيا إلى محفل الاتحاد السوفيتي، لكن بسيطرة أقوى على المناطق المياه الدافئة، وربما كما ذكر الأستاذ بضم هذه المناطق الأربعة تصبح ربما الانتقال من جزيرة القرم إلى روسيا أسهل، لكن السيطرة على أهم المنافذ وعلى أهم مناطق الموارد. نعرف أن زبرنجيا فيها المفاعلات النووية، جزيرة القرم ومنطقة تقريبا البحر الأسود هي المنفذ للأسطول البحري الروسي ومواجهة الأساطيل الغربية. ايضا شيء اخر، انه مع التهديدات التي يقدمها رئيس اوكرانيا بالانضمام الى حلف الناتو، سوف ربما قد يفتح باب جديد لأسوأ سيناريو، الا وهو الاندلاع الفعلي للمواجهه ما بين الغرب وروسيا، بربما بانواع جديدة من الأسلحة، خاصة أن روسيا لم ربما تقل مباشرة أنها سوف تلجأ للأسلحة
النووية، لكن تقول أن كل الوسائل متاحة، بمعنى أن العملية هي عملية ردعية وعملية صفرية. في العلاقات الدولية نتحدث عن العملية السحرية الصفرية ومأزق الدجاجة، بمعنى أن أول فاعل يتخلف سوف يكون هو أول منهزم. اليوم بالنسبة لروسيا أوكرانيا أو على الأقل الصراع في الخانة الأوكرانية هو صراع مصيري ووجودي، وعلى هذا الأساس لا أتخيل أن روسيا سوف تتراجع في استراتيجيها. ورأينا كيف ربما استطاعت من ناحية التكتيك أنها تحقق انتصارات رغم الصراعات الحروب الحديثة وحروب الدعاية وحروب الإعلام التي لا تخدم روسيا. على الأقل صنعت عدم توازن بمنع القنوات الروسية من البث على أوروبا وباقي العالم، في حين أن القنوات العالمية، دعني أقول الأوروبية والأنجلوساكسونية، لازالت هي من تعطي الإعاز والإشارات والمعلومات التي تغذي بها الرأي العام العالمي وتصنع رأي ربما مناهض للفعل الروسي. اليوم نحن لا نتحدث عن صراع يبتعد عن طبيعة القانون الدولي، لأن صراع القوى الكبرى التي تنتمي إلى مجلس الأمن هي نفسها بحق الفيتو يعطيها حق أن تكون فوق القانون. فهذه الدول تعمل في فلك غير فلك باقي الدول، وهو فلك توازن القوى من أجل السيطرة أو الحفاظ على المصلحة. بالنسبة للحجة الروسية وحتى الموقف الصيني ينطلق من حق الدفاع الشرعي، لطالما استعملته القوى الغربية في العمل أو العمل الاستباقي في ضرب الكثير من المواطن العربية، ليبيا، سوريا، العراق على سبيل الذكر لا الحصر. ولذلك نحن نشهد مواقف تتجاوز مفاهيم القانون الدولي وتتجاوز بعض التحليلات واضح استاذ قاد هنا وهناك. قمعي استاذ قاد ساعد اليك. بروفيسور عبد اللطيف بوروبي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن القوة هي التي ستحدد المستقبل السياسي في العالم. يريد بوتين أن يعود إلى دائرة الصراع الأولى، إلى الصدام بالقوة والصدام العسكري، على الرغم من أنه قال إن إحياء الاتحاد أو مشروع الاتحاد السوفيتي سابقا ليس هدفا بالنسبة للقيادة الروسية. فعلا يجب أن نفهم على أن مفهوم القوة له عدة أنواع. قد نقول أن نحن أمام قوة سكانية تعتبر قوة، وقد نقول أن نحن أمام قوة اقتصادية تعتبر قوة، وقد نقول أن نحن أمام قوة عسكرية تعتبر قوة. نحن نتكلم عن المساحة في حد ذاتها، ومساحة الدولة تعتبر قوة في حد ذاتها. ومن باب هذا المنطلق يجب أن نفهم على أن القوة هنا ليس إلا العسكرية فقط. يجب أن نفهم على أن المكاسب التي حققتها روسيا الآن من الحرب الأوكرانية لا تخرج من الإطار، مع أنها مكاسب في تصاعد تدريجي معين. نحن نتكلم على أوكرانيا كانت دولة تابعة الاتحاد السوفيتي، ولكن بعد الانفصال في 1991 ماذا حدث؟ على أن روسيا كانت تدعم أوكرانيا حتى بمساعدات مالية. منذ الفترة 1991 إلى الفترة 2013 نتكلم عن حوالي 250 مليار دولار مساعدات بين روسيا وأوكرانيا، وكانت هناك تبادلات تجارية بين بلدين. نحن نتكلم على منطقة تاريخيا وجغرافيا، أقول تاريخيا وجغرافيا، هي امتداد طبيعي لروسيا لا أكثر ولا أقل، هي امتداد طبيعي للاتحاد السوفيتي. ونحن الآن نتكلم عن هذه الفكرة أو هذا التصور لا يخرج من إطار، على أن التصور والاستراتيجية جاءت منذ 2014، حيث أن في 2014 بدأت محاولات أوكرانيا على أنها تتجه نحو توجه معاكس للاستراتيجية الروسية، فجاء الرد الروسي من خلال مدى تجنيس حوالي 700 ألف في حوض الدونباس، أكثر من ذلك تقليل إمدادات الغاز التي تمر على أوروبا من خلال أوكرانيا ب 23%. فهذه القنوات التي تمر من خلالها يمر منها الغاز إلى أوروبا كانت تستفيد منها أوكرانيا، فعملت روسيا على إضعاف ذلك. وكان آخر محطة في هذه الاستراتيجية ليخرج من إطار هي المواجهة العسكرية. إذن نحن الآن نتكلم، قلت وأعيد، على مفهوم المكاسب، والمكاسب نوعان لروسيا الآن، والمكاسب يجب أن نفهمها على أنها مطلقة ونسبية.
ما هي المكاسب النسبيه حتى الان؟ لان تواجد روسيا في اوكرانيا يعني هنالك عمليه حسابيه. نحن نتكلم عن مدى عن قوه عسكريه، ونتكلم عن مدى مقاربه ماليه، وعن عقوبات اقتصاديه بمقابل الاحتياط الروسي لا يتعدى 600 مليار دولار لا اكثر ولا اقل، وهو من ايرادات الطاقه والغاز. ويجب ان نفهم على انه بالمقابل هذا، هذه الميزانيه التي سخرت لهذه الحرب وهذا التوسع في المنطقه لا يخرج من اطار. يجب ان نفهم نحتاج الى مكاسب، فكانت المكاسب الاولى على ان هنالك مادة محددات داخليه وخطاب موجه للداخل قبل الخارج على ان روسيا في اوكرانيا مكاسب لا اكثر ولا اقل. ما هو موجه الان الخارج في عمليه مضاعفه وفي تصور توجه ثاني؟ يجب ان نفهم على ان روسيا توجه خطاب الى الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي، وكلاهما معني بهذه الحرب، لان اوكرانيا تريد ان تنضم الى الاتحاد الاوروبي، ورغم على ان العضويه في الاتحاد الاوروبي منذ 2004 هناك توجه جديد في الاتحاد الاوروبي على انه يمنح مدى الشراكه تكون بدون عضويه، ولكن اوكرانيا تريد ان تنضم الى الاتحاد الاوروبي، رغم ان المبدا في حد ذاته تغير في الاتحاد الاوروبي في 27 دوله. أكثر من ذلك، أوكرانيا تريد أن تنضم إلى حلف الناتو ويدرك على أن هنالك توجه أمريكي ودعم أمريكي. عندما نتكلم عن 32 دولة الآن أو 33 دولة بالتحديد في حلف الناتو، نحن نتكلم عن مدى على خطر وعن ميزانية قد نعطي بعض الأمثلة لا أكثر ولا أقل، على أن الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 700 مليار دولار ميزانيتها في التسلح وفي النفقات العسكرية سنويا. إذا ما يهمنا أكثر على أن العملية أو ضم المناطق في حد ذاتها هو من حيث الموقع الجغرافي، فهناك توسع لروسيا. نعم، واضح. روسيا بحيرة أوزوف، أكثر من ذلك هو خطاب موجه للغرب على أن هي مكاسب لا أكثر ولا أقل. واضح. أعود لك دكتور عبد القادر صوفي، هل الرئيس بوتين يذهب نحو استنساخ تجربة ما بعد ضم شبه جزيرة القرم؟ لأنه منذ تلك الفترة ورغم العقوبات المفروضة على الغرب، لأن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم واستمرت في طبعا في تسيير شؤونها، هل نفس الشيء سيحدث هذه المرة، هذه الموجة تاع العقوبات وهذا الغضب الغربي بين قوسين سيستمر، ولا نشوف أنه ستتكرر نفس التجربة مع شبه جزيرة القرم؟ لا أظن أنه سوف تتكرر نفس ربما التجربة، علما أنه هذا صراع أبدي ما بين القوى. ربما وجود أصلا الولايات المتحدة الأمريكية كقوة مهيمنة على العالم استطاعت أن تفرض نموذج نظام عالمي هو مهدد اليوم. ومن هذا المنطلق ربما قد أخرج للموضوع من أجل الإفادة أكثر، في نهاية الحرب العالمية الأولى على الرغم من وجود النظام النازي في ألمانيا في تصاعد وفي قوة، لم تتحرك القوى الغربية لمنع هذه القوى، مع أنها كانت مفروضة عليها عقوبات، والهدف الأسمى كان صناعة قوة تكون هي القوة المواجهة للنموذج البولشوفي أي الشيوعية. ومن هنا هذا الصراع سوف يكون صراع ما بين قوتين إقليميتين ممكن أن تهدد المصالح الأمريكية، ومن هذا المنطلق تنتهي ربما نهاية الحرب العالمية الثانية. أوجدت أوروبا ضعيفة، كانت أول مستعمرة بالنسبة لي الولايات المتحدة التي تحولت جزء من العملية الاحتواء للاتحاد السوفيتي. اليوم نفس الشيء يحاول الغرب من ناحية احتواء الولايات روسيا من خلال المشكلة الأوكرانية، لكن في نفس الوقت يريد التأثير وإزالة النظام الاتحادي في أوروبا، لأنه هو الآخر أصبح يمثل تهديدا للمصالح دعني أقول الأمريكية، والذي بدأ منذ البريكسيت. بوتين تحدث أن هذا النظام يحاول منع القوى الصاعدة من أن تكون لها وجود في العالم، وهذا صحيح. بريجنسكي تحدث قال الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الهيمنة تعمل على منع قيام أي قوة إقليمية مضرة بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت تكون هي من تصنع بؤر توتر وتكون هي الحكم والمرجع اليوم.
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية بالطريقة المباشرة وغير مباشرة البحث بالأسلحة من أجل إطالة زمن الحرب، إجهاد روسيا، لكن إضعاف الاتحاد الأوروبي. الخاسر الأكبر اليوم هو الاتحاد الأوروبي، علما أن روسيا حضرت جيدا لهذه الحرب وتعرفها أنها حرب نفس طويل. ولذلك دكتور عبد القادر، نعم دكتور عبد القادر، في هذا السياق ماذا يمكن أن نفهم عندما تقول الإدارة الأمريكية الولايات المتحدة ستحمل روسيا ثمنا خاطفا وقاسيا؟ ما المقصود؟ هل اليوم الحديث عن عقوبات اقتصادية وفقط أم أنه فيه دلالات وإشارات أخرى لهذا الكلام؟ معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي قوة واقعية تحسب الربح والخسارة ولا يمكنها أن تدخل مباشرة في حرب خاسرة. لذلك ربما حروبها كلها حروب بالوكالة، استطاعت أن تفرض مجموعة من العقوبات على روسيا. لا نقول أن روسيا لم تتضرر، لكن المتضرر الأكبر كانت أوروبا، وكان الاتحاد الأوروبي تراجع رهيب لليورو لصالح الدولار ولصالح حتى الروبل الروسي. المقصود ربما قد نذهب إلى نوع ثاني من الصراعات، خاصة مع ما حدث مؤخرا من تفجيرات في الحدود الدنماركية لأنبوبي الغاز خط نورث ستريم واحد، والذي يعد أهم ربما مورد طاقوي لأوروبا. هل المتضرر الأكبر هو روسيا؟ لأن روسيا على الرغم من قطع كل الإمدادات إلى أوروبا تبقى أنها لها أسواق أخرى في شرقها في الهند والصين، تكفي أنها تكون بدائل بالنسبة لأوروبا. إذن هل الهدف هنا المستهدف الحقيقي هو روسيا؟ لا أظن، لأنه وإن كان الهدف المستهدف روسيا، هنا ربما البدائل التي سوف تكون مطروحة أمام أوروبا سوف يكون الغاز الجزائري، سوف يكون غاز غرب المتوسط، غاز دعني أقول قطر، لكن أيضا الغاز الأمريكي، وبالتالي أمريكا تبحث لنفسها عن سوق جديد تكون هي من يفرض قواعد اللعبة. هنا النموذج الجديد بالنسبة للعالم أو النظام الجديد الذي سوف يبرز بمتعدد الأقطاب، سوف تبحث لأمريكا لإيجاد مكان لها، وإن لم تكن القوة المهيمنة تكون أكبر قوة تصنع توازنات مع الصين مع روسيا أو ما تبقى من أوروبا. أظن أن ألمانيا سوف تتخلص من فرنسا وتتخلص من أوروبا لتعود ربما بقوة غير تلك التي واضح. قمعي دكتور، قمعي دكتور عبد القادر، بروفيسور عبد اللطيف بوروبي، تقريبا المستفيدين الرئيسيين مما يحدث الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أيضا بوتين في كل مرة يتحدث في خطاباته عن ما يسميه ربما التلاعب الأمريكي بالرؤية والمواقف الأوروبية، كررها اليوم، قال أوروبا تقبل بالخطط الاستعمارية الأمريكية الجديدة. ما توقعاتك لردود الفعل الأوروبية في المرحلة المقبلة، خصوصا أمام الطلب الأوكراني بالانضمام إلى حلف الناتو؟ يجب أن نفهم على أن الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الدولية لا تخرج من إطارنا، لن تسمح بقوى أخرى تنافس عليها، يجب أن نفهم ذلك. ويجب أن نفهم على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لروسيا برجوع قوة جديدة من جديد، ولن تسمح للاتحاد الأوروبي أن يرجع قوة من جديد. وبالتالي الحرب الروسية تداعياتها جاءت مرتبطة بالدول الأوروبية، وانتقلنا من تصور استراتيجي يجب أن نفهمه جميع على أن انتقلنا من الشرق الأوسط الذي كان يضم 23 دولة وتأثير دائما على الشرق الأوسط، وتحولنا إلى أوروبا ورجعنا إلى أوروبا. كنا نعتقد عند نهاية الحرب الباردة على أن 90% من النزاعات أصبحت داخل الدول، بعدما كانت في السابق 90% بين قوسين هي خارج الدول أي بين الدول، والآن تغيرت المعادلة ونحن نتكلم عن نزاع بين دولتين، ونتكلم عن تسوية هذا النزاع، ونتكلم عن تدويل هذا النزاع. إذن نحن نتكلم عن ماذا؟ ويجب أن نفهم على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لروسيا ولا الاتحاد الأوروبي الرجوع كقوة، وتأثيرات وتداعية حرب الأوكرانية تتأثر بها روسيا أي نعم بتبع عقوبات اقتصادية ومالية،
ولكن روسيا جعلت من التصور مرتبط بمقاربه براغماتيه من خلال مدى تنويع الاسواق والتركيز على السوق الصيني ب 1.3 مليار نسمه، ونحن نتكلم عن سوق اوروبي لا يتعدى 400 مليون نسمه. اذا السوق الصيني هو حوالي 3 مرات هو السوق الاوروبي، وبالتالي اذا اضفنا السوق الهندي فهنا نحن نتكلم عن البريكس الاكثر ولا اقل بحوالي 3 مليار نسمه. وبالتالي يجب ان نفهم على ان روسيا في ظل دخول هذه الحرب لا تخرج من اطار انها تبحث عن مكاسب. اوروبا هل هي خاسره في هذه الحرب؟ اقول نعم، لانها ماذا مرتبطه بماذا؟ بمقاربه طاقويه مرتبطه بروسيا، اكثر من ذلك تنويع الصادرات ومدى استيراد مواد طاقويه فيه اشكاليه وفيه معيقات استراتيجيه ولوجستيكيه، اكثر من ذلك الولايات المتحده الامريكيه كانت تعمل على اطاله امد الحرب والحرب مستمره حتى الان، ومن هو الخاسر؟ هي روسيا اي نعم، واوكرانيا اي نعم، والاتحاد الاوروبي اي نعم، ولكن هذا لا يمنع ويجب ان نفهم على ان هناك اشكاليات ومعيقات ومقاربات يجب ان نضعها في الحسبان، على ان هناك بعض الامور التي تظهر للعيان ويجب فهمها الجميع في ظل اعاده تشكيل النظام الدولي، على ان الامم المتحده ولا دور، على ان الاتحاد الاوروبي ولا دور، على ان كل المنظمات ولا دور في ظل تصاعد وتنامي استعمال القوه والقوه العسكريه بالتحديد، لان روسيا تستعمل القوه العسكريه ومن يدعم اوكرانيا يستعمل القوه العسكريه والقوه الاقتصاديه، وبالتالي نحن امام مقاربه جديده على ان نغيب القانون الدولي، نغيب دور المنظمات، نغيب دور المؤسسات، ونتكلم عن استعمال القوه في الميدان وفق مقاربه براغماتيه لا اكثر ولا اقل ومرتبطه بتحقيق المصالح. نحن الآن نتكلم عن مكاسب لا أكثر ولا أقل. واضح. أختم معك دكتور عبد القادر صوفي بسؤال أخير، هذا التحدي الواضح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما، هل سيقود إلزاما وحتما إلى تعدد أقطاب فعلي؟ هل روسيا ستنجح هذه المرة في منع التفرد الأمريكي بصناعة القرار الدولي سياسيا وحتى عسكريا؟ هل يمكن أن يكون السؤال عكسي، لأنه هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية على إبقاء النظام القائم كما هو أمام صعود قوى جديدة وأصبحت هي المهيمنة، هي التي تسيطر على النظام الاقتصادي العالمي وحتى المصرفي؟ نتذكر أنه في 2019 جاءت نهاية أو الأزمة المالية العالمية وتلتها الأزمة الاقتصادية، ومن هذا المنطلق لأنه البدائل التي أوجدتها الصين سواء من خلال صندوق نقد دولي موازي أو بنك عالمي موازي انغمست فيه الكثير والكثير من الدول بما فيها الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، أذكر كندا، اليابان، أستراليا، وهذا نوع من التخلي عن النظام المالي المصرفي العالمي والذي يمثل الهيمنة الأمريكية. اليوم الصراع بوتين عندما يتحدث عن القوة فهو يتحدث عن الندية، ونحن نعلم أن من يمتلك القوة يمتلك القانون، ومن يمتلك القوة هو دائما المنتصر، كما يقول كان يقول سيزار كلمة المغلوب مغلوبة. وعلى هذا الأساس النظام الجديد، نحن نعيش مرحلة نهاية المرحلة الانتقالية منذ 1990 التي عرفت تذبذب من تحولات اقتصادية إلى صراع وتنافس القوة. اليوم أدت هذه المرحلة الانتقالية بتجاذبات أفرزت لاعبين جدد، سواء كانت هذه اللاعبين كانوا في إطار لاعب دولتي أو لاعب إقليمي على غرار مجموعة البريكس، مجموعة شانغهاي، مجموعات أو تكتلات أخرى ثنائية وثلاثية أجهضت المشروع القائم، أي مشروع النظام العالمي كما أوجدته الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى الأقل المجموعة الأنجلو ساكسونية التي كانت ترى من خلال في ثنائية بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تسيير العالم وشؤون العالم. اليوم هذا أصبح ضرب من الخيال، وروسيا فهمت وأدركت هذا الفعل. أيضا الصين التي بدأت من خلال استراتيجية AD A2
والاستراتيجية التي منعت استراتيجية المحور الإقليمي الأمريكي في المحيط الهادي، مع بناء أيضا مشروع حزام واحد، طريق واحد الذي وصل إلى أوروبا، هو اليوم هو في طريقه إلى التجسيد. واضح المحيط. دكتور صوفي، واضح دكتور صوفي. أختم معك أيضا بروفيسور عبد اللطيف بوروبي في هذا التوجه. يبدو أن الرئيس الروسي لخص المعادلة، قال روسيا بلد عظيم ولن يقبل أن يعيش على أساس قواعد دولية مزورة. في دقيقة بروفيسور عبد اللطيف. يجب أن نفهم الآن نحن أمام عدة تصورات يجب أن نضعها، وهي دروس لباقي الدول. نحن في إعادة تشكيل لبنية النظام الدولي وإعادة تشكيل تحالفات الجيوستراتيجية، وهذا مهم جدا. من أين انطلقنا؟ انطلقنا وفق مقاربة اقتصادية، عكس ما كان في السابق على أن كانت التشكيل للمقاربات والتحالفات على بعد عسكري. موجود عسكري، ولكن الآن نتكلم عن منظمة شانغهاي، نتكلم عن البريكس، نتكلم عن الحركات الانحياز، نتكلم عن المؤتمر الإسلامي. إذن هناك عدة آليات، ولكن يجب أن نفهم على أن هناك الآن مرحلة جديدة تبعدنا على أن المنظمات والمؤسسات الدولية التي وجدت بعد 1945 أصبحت مهلهلة غير صالحة للاستعمال. أكثر من ذلك، نحن نستمر في تصور ما رده إلى استعمال مقاربة براغماتية واقعية لتحقيق المكاسب، والمكاسب ليس موجهة إلى الخارج، أقول وعيد موجهة إلى الداخل والخارج. إذا بالمحصلة ما أردت أن أقول، يجب أن نفهم على أن توسع الروسي في منطقة حوض الدونباس وضمه لبعض الدول بعد ما هذه لا يخرج من إطار على أنه إعادة تشكيل ورجوع روسيا من قوة من جديد. واضح. تسمع لها الولايات المتحدة الأمريكية، أقول الآن أصبحت روسيا خارج إطار، هل تسمح أو لا تسمع لها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن روسيا بمنطقة القوة مقاربة براغماتية، إعادة تشكيل مدى الأحلاف والتكتلات الدولية، وهذا يساعدها في بلورة استراتيجيتها. بروفيسور عبد اللطيف بوروبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قسنطينة 3، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. كنت معنا عبر خدمة سكايب، والشكر موصول أيضا للدكتور عبد القادر صوفي أستاذ العلوم السياسية بجامعة البليدة، كان معنا عبر الهاتف. شكرا لكم، ألقاكم في فرص لاحقة بحول الله. برنامج متابعات مستمر معكم مشاهدي الأفاضل بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الأفاضل إلى برنامج متابعات. في الجزء الثاني سنحاول الحديث عن الطبعة 21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار المنظم بالجزائر، ويستمر إلى غاية 2 أكتوبر الداخل. الصالون هو فرصة طبعا للترويج للوجهة الجزائرية، والاحتكاك أيضا بوكلاء السفر عبر العالم المشاركين في هذه الطبعة. لمناقشة الموضوع أسعد باستضافة سيد محمد الأمين برجم، رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر. سيد محمد الأمين مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا. مساء النور سيدي، شكرا على الاستضافة. العفو. إذن جئتنا مباشرة من الصالون اللي كان لم يواكب خلال السنتين الماضيتين طبعا للأسباب المعروفة ومخلفات جائحة كورونا. عودة الصالون هذه السنة، ماذا تغير في الصالون سي محمد برجم؟ شكرا سيدي مرة أخرى على الاستضافة. صالون دولي للسياحة والأسفار الموسم هذا كان له عودة بعد سنتين من التوقف بسبب جائحة كورونا. شيء مميز للصالون في الطبعة الجديدة تاعه هذه التوقيت تاعه اللي يتناسب مع انتهاء موسم الاصطياف وبداية موسم السياحة الصحراوية في الجزائر، الذي يعد يعني هذا النوع من السياحة له السياحة الصحراوية المنتوج الذي تتفرد به الجزائر وتتميز به الجزائر على الأقل على باقي دول البحر الأبيض المتوسط. يعني يبقى منتوج بالنسبة للجزائر منتوج حصري إن صح القول. الظروف هذه أيضا كانت استثنائية من حيث الرعاية، حيث شهد يعني افتتاح حضور السيد الوزير الأول رفقة يعني طاقم حكومي، وكذلك رفقة العديد من وزراء السياحة من دول الشقيقة، وكذلك الممثليات الدبلوماسية بالنسبة للدول الصديقة والدول الشقيقة، مما أعطاه فرصة أنه يكون يعني نقطة لإبراز الوجهة الجزائرية السياحية الجديدة. ما الانطباع الأول سي محمد الأمين برجم في احتكاكم على الأقل في هذا اليومين مع ضيوف الجزائر المشاركين في هذه الطبعة من صالون دولي للسياحة؟
قلت لك الشيء المميز لهذه الدورة هو أنه صالون حيكون صالون بالنسبة للسياحة الجزائرية بامتياز. سنوات سابقة كانت صالونات تنظم تقريبا في موسم الاصطياف، أين جميع العروض كانت التي تقدم بالنسبة للسياحة، يعني الأوت جوينج، يعني برامج سياحية لتركيا لمصر لتونس لغيرها. العام هذا ما ميز الصالون؟ أنه العديد من البرامج السياحية هي برامج سياحية داخلية، يعني تروج للسياحة الداخلية. تحدثت قبل قليل عن تزامن هذا الصالون مع الشروع في استقبال ربما موسم الاصطياف في قلت موسم الاصطياف سياحة الصحراوية، وتحدثنا أكثر من مرة عن مسألة الإمكانيات وتوفرها في مناطق الجنوب. طبعا ما نتحدث عن الإمكانيات الطبيعية التي تسخر بها مناطق الجنوب، وإنما عن مسألة المرافق، عن مسألة المرافقة من نقل وغيره. مستعدين لاستقبال أكبر عدد ممكن من السياح في الفترة الجاية، سواء من الجزائريين أو من الأجانب؟ نعم، هذه الأمر هذا يعني مربوط بشيئين أساسيين. المربوط اولا بالنسبه لضروره توفير الرحلات الجويه مع المدن الشماليه والمدن الجنوبيه. احنا نطالب من هذا المنبر وكذلك في كل يعني لقاءاتنا ان تكون هناك خطوط جويه، مثلا وهران واتسوف، تكون عنابه تمرست، يعني في اماكن سياحيه ولايات سياحيه بامتياز، غير أن البعد الجغرافي والجزائر ما شاء الله قارة يعني يتطلب توفير المزيد من خطوط الجوية الداخلية مع هذه الولايات السياحية بامتياز. بعد ذلك فيما يخص مرافق الإيواء، ما يميز السياحة الصحراوية مثلا على ناظرتها يعني الشاطئية أو التاريخية أو الجبلية، هو عدم اعتمادها فقط على المركبات او الفنادق الكبيره، الفندقيه في التخييم، نعم، في البراري وكذا. نعم، لانه امكانياتنا في هذا المجال هي امكانيات جد جد محدوده، نتكلم على اقل من 140 الف سرير، يعني هذا العدد لا يواكب يعني تطلعاتنا ولا يواكب مكانه الجزائر السياحيه. اذا الواجب يعني استحداث، وكان في الصالون يعني فرصة لكي نحيي أحد وكالات السياحة والأسفار اللي كان حاضر المرة هذه بإبداع، ويعني دار إبداع يعني جميل جدا، وابتكار خيمة يعني بمواصفات غرفة فندقية بأربع نجوم، وراه يعني حاضر في الصالون. هذا النوع من الابتكارات يمكن أن يعطي مرافق ايواء في القريب العاجل، يعني لو ديلي رياليزاسيون تاع الامور هذه جد جد صغير، يعني ما تطلبش سنوات كبيره من اجل وضع هذه الامور، وكذلك وضع يعني تعطي صبغه جماليه وتحافظ على كما يقولوا توريزم دورابل، يعني سياحه المستدامه، تحافظ على المنطقه ما عادش تستعمل فيها المواد الصلبه. نعم، بعيدا عن مساله الابتكار ورغبتكم كوكلاء سفر في الترويج للسياحه الداخليه، وتعرف انه مساله السياحه عموما والسياحه في المناطق الجنوبيه مرتبطه ايضا في جانب سياسي باراده، نعم، سياسيه لازم تتوفر باش نذهب الى دعم السياحه. من خلال احتكاككم بمسؤولين في قطاع السياحه وقطاع الثقافه على وجه التحديد، هل فيه نيه للانفتاح على هذه المناطق الجنوبية تحديدا؟ لأنه لما تقول أنه عندك مدينة متاهة في ولاية من الولايات، عندك أجمل الغروب، عندك كثير من الأشياء اللي تستحق الزيارة في الجنوب الجزائري. نعم، وإحنا ثلث أرباع الجزائر صحراء، يعني أتكلم على قارة، مش بالعكس صحاري، مش صحراء واحدة. الجزائر ما عندهاش صحراء، تروح المنطقة التضاريس تاعها غير منطقة أخرى، عندنا الكثبات الرملية، عندنا العرق، عندنا الحمادة، عندنا يعني حتى الجانب الطبيعي يتغير من مكان آخر، الثقافي كذلك، الإطعام، كل شيء يتغير. فيما يخص احنا ما لاحظناه على كل حال من خلال افتتاح الصالون والرعاية يعني لهذا الصالون، أنه في رغبة لتطوير هذا النوع من السياحة، لأنه يعني الرغبة واضحة من خلال الافتتاح والإشراف الشخصي للسيد الوزير الأول اللي كان حاضر. الآن بعد ألعاب البحر الأبيض المتوسط،
صورة الجزائر وكذلك بعض الاحتفالات في الذكرى 60 الاستقلال الجزائر، الاحتفالات التي شاهدها يعني تقريبا جل عواصم العالم، عرفوا بلي الجزائر عندها مقومات سياحية، عندها استقرار، عندها أمن، كل هذه الظروف تسمح لها من أن تلعب يعني وأن تكون ورقة هامة في المنظومة السياحية على الأقل على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط. نتكلموا عن الوفود اللي يجي كثيرا من ليبيا، وكان اليوم عندنا يعني لقاء مع إخوة ليبيين في الغرفة السياحية تاعهم، يعني في تعطش كبير بالنسبة للإخوة الليبيين لاكتشاف الوجهة الجزائرية، لأنهم النظرة اللي كانت موجودة قبل ألعاب البحر الأبيض المتوسط مثلا والأحداث التي جاءت بعدها، يعني شافوا باللي بلد مستقرة، بلد فيها ترحاب، بلد مضياف، كذلك بلد محافظ، وهذا أمر جد مهم لأنه السياحة كل واحد وعنده الرغبة تاعه. الجزائر يعني يمكنها أن تمتاز في هذه المنظومة بالسياحة العائلية، بالسياحة المحترمة التي تبقى يعني مطلب العديد من العائلات على الأقل الجارة حتى من دول الخليج. والناس هذو ما يحبوش مثلا ولا ما يحتاجوش استثمارات ضخمة، فنادق 7 نجوم و5 نجوم، ناس جاية تكتشف المنطقة. صح يعني إمكانياتنا الحالية يعني دون المتوسط جد محدودة، لكن يمكن العمل بطرق يعني طرق علمية وكذلك بطرق مدروسة من أجل تدارك كل هذا. سمحت الأمين برجم، خلال هذه اليومين على الأقل فيه رغبة من وكلاء السفر الأجانب عرب أو غربيين في إمضاء ربما اتفاقيات على الأقل تفاهمات مبدئية باش يكون فيه تسيير رحلات أفواج سياحية في المرحلة المقبلة؟ بطبيعة الحال قلت لك كنا قبل قليل مع إخوة ليبيين، قبل ذلك كنا في لقاء البارح مع السيد وزير السياحة التونسي ليطلب شخصيا لقاء ممثلي الوكالات من أجل يعني استفسار حول عدم يعني ذهاب الكثير من الجزائريين العام هذا لتونس، والإجابة يعني كانت واضحة، يعني ظروف العودة ما بعد كورونا وبعد ذلك الأمور ستعود إلى ما كان عليه. وكان يعني الفرصة طرحنا له أنا شخصيا سؤال مباشر، قلت له سيد الوزير احنا تونس بالنسبة لنا بلدنا الثاني، والجزائريين يمروا عبر الوكالات ويمروا عن طريق يعني بطريقة شخصية، لكن ما شفناش وكالات سياحة وأسفار تونسية ولا على الأقل يعني دعم من الحكومة التونسية لوكالات سياحة والأسفار التونسية أنها هي ثاني تسير رحلات تسير تجيب لنا على الأقل يعني سياح في إطار تبادل. واستحسن الفكرة على كل حال، يعني وعدنا باش تكون في القريب العاجل زيارة لوفد من وكالات السياحة والأسفار التونسيين باش يجوا يكتشفوا البرامج اللي نقدموها، البرامج السياحية الداخلية، يكونوا كذلك عائلات تونسية تجي تكتشف الجزائر وتسيح في الجزائر نفسها. من غير العرب، من غير أشقائنا الليبيين والتونسيين، من الأجانب الغربيين فيه رغبة في التنسيق مع وكالة السفر في الجزائر لتسير رحلات في المستقبل؟ نعم، أنا في الجناح البارح زارنا يعني من وكالة السياحة والأسفار من فنلندا، كانوا في إطار زيارة نظمتها يعني وزارة السياحة لبعض الإعلاميين الأوروبيين لاكتشاف الجزائر. في تعطش كبير يعني لاكتشاف الجزائر، لكن احنا كصانعي أسفار دائما نبحث عن الحلول السريعة من أجل تنشيط الأمور هذه. عندنا مثلا أشقاء ليبيين، أشقاء توانسة، الإخوة الخارجيين اللي ممكن يدخلوا بدو يعني بطريقة سلسة، ما نحتاجوش تأشيرة مثلا. تكلموا على الأوروبيين ولا في السياح وفي يعني في إجراءات إدارية راح تعطل، لكن بالنسبة للسوق على الأقل الليبي اللي معروف بالسفر الليبيين يعني أو الإخوة التونسيين أو يعني دول الخليج اللي علاقاتنا أو يعني أمور دخولهم الجزائر أسهل بكثير كمرحلة أولى، على الأقل نبدأ معهم وبعد نمشي الأمور أخرى. نعم، في الاتجاه العكسي محمد الأمين برجم، أنتم كوكلاء سفر بالنسبة للوجهة الخارجية تسعون إلى اكتشاف وجهات جديدة من غير الوجهات التقليدية المعروفة عند الجزائريين. تحدثوا على تونس والمغرب في شمال إفريقيا، تحدثوا على تركيا، تحدثوا على بعض المناطق التقليدية فيه اكتشاف لوجهات سياحية ماهيش معروفة، لأنه كثير من الدول اليوم عندها سياحة تاريخية، عندها أثرية، عندها كثير من الأشياء.
نعم، كانت لنا زيارة قاموا بها يعني وفد من السفارة الكينية في الجزائر من أجل يعني الكلام في هذا الموضوع، خاصة أنه كينيا دولة سياحية بامتياز، وكذلك يعني طلبت من المكلفة يعني العلاقات الخارجية على ما أظن في السفارة الكينية أنها تجيب ثانيك يعني متعاملي سياحة وأسفار من كينيا لاكتشاف الجزائر، خاصة الصحراء، ويعني فيه الآن متابعة من طرف كل يعني ممثليات الدبلوماسية في الجزائر، جل الدول اللي موجودة تريد أن يعني تنال نصيبها من سوق سياحي في الجانب يعني الخارجي وفي الجانب الداخلي. والآن الجزائر يعني فتحت خطوط طيران مع الكثير من عواصم الدول الإفريقية، وإن شاء الله تكون خطوط طيران أخرى. الوجهات كما تفضلتها سابقا، الوجهات التقليدية يعني حتى في سلوك المستهلك خلاص استهلكها، لما تكلم على تركيا ممكن واحد راح مرتين ثلاثة أربعة، الآن يبحث عن الجديد. إفريقيا كنز، والجميع يعرف بما تملكه من طاقات، بتوفر النقل ستكون هناك برامج سياحية لدول إفريقية إن شاء الله. نعم، كيفتوا أموركم سي محمد الأمين برجم مع التخفيضات التي قررتها الجوية الجزائرية منذ يومين؟ كان فيه التخفيضات بعض التذاكر اللي حطوا ب 50%، يعني لما تحدث على مثلا تذكرة سفر باتجاه تركيا في حدود 31 إلى 32 ألف، بعد ما كانت وصلت حتى 98 ألف في مرحلة، ما محضرين أنفسكم لربما تزايد الطلب، خصوصا عندنا عطلة ربيعية، عندنا الشتوية وعندنا الربيعية أيضا في مارس؟ نعم، وكان هذا القرار بمناسبة الصالون، وإحنا كنا في وسط الصالون وخرجت هذه التخفيضات التي نثمنها على كل حال، وانتظروا المزيد من التخفيضات. غير أن ما نعبه دائما على الخطوط الجوية الجزائرية هو عدم التنسيق مع وكالات سياحة أسفار، يعني بكل صراحة لا تعاملنا معاملة يعني الشريك، لأنه أمور مثل هذه يجب أن تناقش يعني أسابيع من قبل مسبقا، على الأقل نحضروا برامج سياحية، لأنه الأمر يتم بشكل ارتجالي شعبوي ولا ارتجالي اللي يكون عنده أثر لو يكون بشكل منظم منسق ومع مختلف الوكالات. فيه أيضا نقطة جديدة في الصالون هذه السنة هو الاستنجاد بين قوسين بصناع المحتوى. خبيب مثلا هو مثال من الأمثلة الجميلة للشباب الجزائري المبدع، تشوفوا أنه خطوة إيجابية لازم نستغلوا الميديا الجديدة في الترويج والتعريف بالوجهة الجزائرية. نعم، احنا تكلموا على الصحافة كيعني كقوة قوة قوة رابعة فيما يخص يعني القوة الإعلامية التي تقدمها الآن وسائل السلطة الرابعة، يعني صح القول. أنت تكلموا على سلطة مواقع التواصل الاجتماعي، أنت متكلموا على بعض المؤثرين في هذا اللي عنده ممكن ملايين المتابعين وعندهم محتوى جد هادف، على غرار الأخ خبيب أو دقس مثلا، دقس كان علي طالب، بعض الشباب الجزائريين اللي يروجوا للسياحة الداخلية بشكل جد يعني مميز وبإبداع، يعني الواجب أن يؤخذ بأيدي هؤلاء من أجل الترويج للجزائر، من أجل الترويج للوجهة الجزائرية، وكذلك محاولة العمل في إطار يعني علمي وأكاديمي، يعني مش بيكونش العمل ارتجالي فقط، يجب أن تكون خطة استراتيجية في إطار الترويج للوجهة الجزائرية. واضح، بقونا ثلاث دقائق نستغل حضورك سي محمد الأمين برجم للحديث عن مسألة العمرة. اليوم الوكالات اعتمدت بالنسبة لموسم العمرة، الأمور ماشية لأنه رانا نشوفوا عروض ترويجية والناس أصبحت تخاف بصراحة من عروض بعض الوكالات، تقدر تكون وكالة مش معتمدة، يقدر شفنا في السنوات الماضية كثير من عملية التحايل على المعتمرين والحجاج، الأمور مضبوطة في خلال هذه المرحلة؟ شوف هذه المرحلة فقط احنا نبهو لأمر واحد، أنه الناس الراغبين في أداء نسك العمرة أنهم يتوجهوا لوكالات السياحة والأسفار، هذا يعني إنسان اللي حب يسافر كان قناة واحدة وكيل سياحة وأسفار، ما يمشي الجواز تاعه في المقهى وما يمشي الجواز
السفر تاعو في عرس ولا في اي مكان وبعد يقول لك ما تداونيش ولا لانه نعرف واحد الظاهره شاعت في السنوات الاخيره بعض الافراد يكلفوهم وكالات ولا لا ادري من قال له كان جيب لنا 10 مثلا معتمرين نعطوك ندوك عمره مجانيه. نعم يعني هذه الظواهر هي التي رسمت صوره سوداويه على الوكالات، وفي الحقيقه الناس ما كانتش تتعامل مع وكالات معتمده، كانت تتعامل مع افراد. اذا المستهلك السياحي او الحاج ولا الراغب والمعتمر يجب ان يتوجه الى القناه الرسميه، وكاله سياحه واسفار معتمده من طرف الدوله الجزائريه. عندك عقد سفر يحميك، ما تخافش، عندك عقد سفر تاعك يضمن جميع الحقوق. هذه من جهه. الجهه الثانيه على دهمنا الوقت بالنسبه لوكاله سياحه واسفار، الان اكثر من 300 وكاله سياحه واسفار يعني اعتمدت، راهي جاهزه للانطلاق، لكن من جهه اخرى لا توجد برامج طيران. احنا في العاصمه لحد الساعه الخطوط الجويه الجزائريه لم تقم باعطائنا البرامج الطيران. في انتظار يعني ترسيم برامج الطيران من طرف الخطوط الجويه الجزائريه ستكون هناك عروض ان شاء الله. فيما يخص التسعيرات ارتفاعها ربما مقارنه بالاعوام الماضيه مبرر بالنظر الى التغيرات الموجوده وكل هذه الاشياء؟ لانه الناس دائما تبحث عن السعر، وهذا امر طبيعي بالنسبه لاي زبون وباي مؤتمر. سعر العمره مربوط بامرين مهمين، هو التذكره، نتمنى ان شاء الله سعر التذاكر. واليوم رانا يعني في هذا اليوم الخطوط الجويه الجزائريه عملت تذكره الجزائر تركيا ب 31000 32000 دينار. نتمنى تذاكر العمره تكون بسعر على الاقل يكون سعر في هذه المده سعر يكون معقول حتى تنخفض الاسعار. كذلك بالنسبه لسعر التاشيره ان شاء الله يكون على كل حال، هذا امر سيادي بالنسبه للمملكه السعوديه اللي يعرف ارتفاع من 20000 60000 دينار، لكن العمره في الجزائر العام هذا لن تقل على 200000 دينار 20 مليون سنتيم كيعني عمره بسيطه. ان شاء الله مع انخفاض تكلفة الطيران ستنخفض إن شاء الله. سي محمد الأمين برجم رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السفر، شكرا جزيلا لك على الحضور معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق. مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، ختام برنامج متابعة محطتنا الإخبارية مستمرة عبر شرق نيوز. ألقاكم بخير، السلام عليكم ورحمة الله.